الدرس اللي بعد كده اللي هو تايب 1 دايابيتس ميليتس اللي هو الانسولين ديبندنت دايابيتس. ده يا جماعة اوتو اميون ديزيز، تمام. بيبقى فيه ديستراكشن للايلت سيلز اللي هي البيتا سيلز الموجودة في البنكرياس، تمام، نتيجة وجود اوتو انتيبوديز، فبالتالي ما بتقدرش تفرز انسولين، فبالتالي بيحصل عندنا الدايابيتس. الايج بتاعها ايه؟ لو اقل من 30 سنه غالبا بيبقى في التشايلد هود اسوشيتد ويز ايه بقى، هي بقى ليه الجينيتك بريديسبوزيشن اللي هو ايه بقى الاتش ال اي كلاس 2 اللي هي دي ار 3 ودي ار 4، دول في الدايابيتس ميليتس تايب 1، تمام. ايه بقى اللاب تيست اللي بعملها في الحاله دي؟ عندي 3 انواع من التستات: بلاد كيمستري، اوتو انتيبوديز، وحاجات الفولو اب. البلاد كيمستري طبعا الجلوكوز بلاقيه عادي، والهيموجلوبين A1C سي اللي هو بيقيس الجلايكيتد هيموجلوبين، بيشوف اخر 3 شهور السكر اخباره ايه بلاقيه برضو عادي. السيرم انسولين طبعا اتوقع ان هو ما فيش انسولين او الانسولين قليل جدا، فبالتالي في ديكريس سيرم انسولين، تمام. فكده ده دايجنوستيك للدايابيتس، تمام. بعد كده الاوتو انتيبوديز بقى، الأوتو أنتيبادز عندنا 4 أوتو أنتيبادز مشهورين اللي شخص بيهم الأنسولين ديبندنت دايابيتس، وأشهرهم قوي اللي هو أنتي جلوتاميك أسيد دي كاربوكسيليز أو أنتي جاد، مش جاد بتاع الطعمية ده، لا جاد اللي هو الأوتو أنتيبادي بتاعنا، يعني ملوناش دعوة بالتاني ده. أنتي جلوتاميك أسيد دي كاربوكسيليز إن أب تو 80% أوف بيشنتس، 80% من العيانين عندهم الجاد ده، تمام. وموجود كمان في البري دايابيتك، يعني حاله بري دايابيتك ممكن تلاقي فيها الجاده بوزيتيف، وان نيولي دايجنوست بيشنتس، تمام. فالانتي جاد ده من اهم التحاليل الاوتو انتيبادز اللي بتتعمل في التايب 1 دايابيتس. في واحد تاني اسمه انسلينوما اسوشيتد بروتين 2 اي اي 2، تمام. ده موجود في 60% of patients. فأنا لو هقارن ما بين الاتنين دول، لا يا عم الجاد ظريف وزي الفل. ممكن تطلب الاتنين مع بعض مفيش مشاكل، تمام. وممكن كمان نضيف معاهم الباقيين زي الـ islet cell antibody، ده موجود من 65 لـ 85% of newly presenting type 1 diabetes، بس مشكلته إن بعد سنتين بيختفي، بعد سنتين بيختفي. فممكن مثلا تيجي تشخص انت تلاقيه اختفى مثلا ولا حاجة، فانا خلي بالي من النقطة دي، لو عيان متشخص متأخر ممكن تلاقيه اختفى منك خلاص. فبرضه ما زال الانتي جاد ده احسن واحد فيهم. في واحد تاني اسمه انسلين اوتو انتي بودي، انسلين اوتو انتي بودي اي اي اي، تمام. ده ايه بقى؟ ده موجود بيظهر في الايه، في التشيلدرن، تمام، اللي هم عندهم دايابيتس. مشكلته كمان ان هو بيظهر في الناس اللي بتاخد علاج بالانسولين، هو انسولين اوتو انتيبادي، فلو اديت علاج بالانسولين ممكن يظهر معاك برضه. فده مش دايجنوستيك تيست قوي، ليه؟ لان هو مجرد ما تبدا الانسولين ثيرابي صعب انك تطلب التحليل ده، تمام. وانس العين ده بدا ياخد انسولين، التحليل ده يبقى ليس ذا قيمه يعني، تمام. يبقى دول التحليل الاربعه اللي عندي: الانتي جاد، والـ IA2 اللي هو انسولينوم اسوشيت بروتين 2، والـ islet cell antibody اللي هو بيختفي بعد سنة أو سنتين ده من ظهوره، وبعد كده آخر حاجة الانسولين اوتو انتيبادي اللي هو مشكلته إن هو بيظهر مع العيانين، مش بيظهر بس في المرضى اللي هو اللي عندهم دايابيتس، لأ، في كمان في الناس اللي بدأوا علاج بأنسولين، عشان الجسم بيعتبر الأنسولين ده جسم غريب فبيكون ضده اوتو انتيباديز. اخر حاجه في مجموعه الاختبارات هو الفولو اب تيستس، اهمها الروتين يورين اناليسيس اللي هي بقى ايه الفولو اب بتاع اي حاله دايابيتك بقى، تمام، ومايكرو البومين ان يورين، تمام، عشان اشوف في البومين يوريا ولا لا، واسس رينال فانكشن. وبعد كده الهيموجلوبين ان سي افري 3 مانثس عشان اشوف اتابع السيرب بتاعي جايب نتيجه ولا لا، والعيان منتظم عليه ولا لا. ده تقرير عايزين نعمل له انتربريتيشن، تمام. عندنا بلاد جلوكوز طالع عالي، سيرم انسولين طالع واطي،
هيموجلوبين وان سي طالع عالي، ده دايابيتس تايب 1. جلوتاميك اسيد جاد طالع ايجابي، الاي سي اي طالع ايجابي، كل طالع ايجابي، فده كده تايب 1 دايابيتس. طالما الاوتو انتيبادز كمان طلعت معايا ايجابي فهو كده تايب 1 دايابيتس. الدرس اللي بعد كده هو السيلياك ديزيز. السيلياك ديزيز ده عبارة عن ايه بقى؟ السيلياك ديزيز ده مهم جدا وبدأ يظهر في الصورة في السنوات الأخيرة، تمام. ده ان اميون ميديتد انفلاماتوري ديزيز اوف سمول انتستن، مشكلة انفلاماتوري ديزيز في السمول انتستن، تمام. ليه برضو جينيتك بريديسبوزيشن وليه تريجرينج فاكتورز، تمام. تريجرينج باي ايه؟ باي حاجه اسمها جلوتين. جلوتين ده بروتين موجود فين؟ في القمح والشعير، الويت والبارلي، تمام. التريجرينج ده هيخلي فيه اميون ميديتد انفلاماتوري ديزيز، تمام. هيديك في الاخر ان ايه؟ في مال ابزوربشن، عشان الانتستين ده المكان اللي بيحصل فيه ابزوربشن، تمام. فهيحصل مال ابزوربشن. الأونست بتاعته إمتى؟ ممكن يظهر في أي تايم في اللايف، بس البيك برزنتيشن في الإنفانسي لما بيبدأ ياخد حبوب بقى، when cereals introduced يبدأ ياخد حبوب بقى، حبوب فيها قمح وحاجات زي كده، تلاقي يبدأ بقى المانيفستيشن تبقى على طول. الباثوجينيسيس عندنا في زي ما قلنا في أي باثوجينيسيس في حاجة اسمها genetic susceptibility، في حاجة اسمها environmental triggers. الجينيتك سسبتابيلتي هنا ال HLA DQ2 و DQ8، الاثنين دول واحد منهم موجود او اثنين موجودين في ده كده سسبتابل انه يحصل له سيليك ديزيز. والانفيرمنتال تريجر طبعا اللي هو الجلوتين كونتيننج فود، تمام. البرزنتيشن بتاعتنا ايه بقى؟ حاجات كده ايه كلها علاقه بالجي اي تي اغلبها، ابدومينال بين وبلوتينج يعني انتفاخ، كونستيبيشن، increased flatulence، diarrhea وستاتوريا، weight loss، headache، nausea، failure to thrive لو طفل صغير عشان في mal absorption، تمام. في symptoms of mal absorption and nutritional deficiency، حاجات بقى نقص الكالسيوم ونقص فيتامين B12 ونقص الفوليك اسيد ونقص الهيموجلوبين ونقص الايرن، الحاجات دي كلها طبعا ايه بتبقى المانيفستيشن بتاعها بنشوفها commonly في celiac disease. اللاب دايجنوزيس بتاعنا في سيلياك ديزيز في سكرينينج تيستس، في كونفيرماتوري تيستس، في جينيتيك تيستس، وفي مال ابزوربشن تيستس اللي هي ايه اللي هي الاسس ديزيز كونديشن. التيست هتاسس مال ابزوربشن بقى ديزيز كونديشن هنا عندنا اللي هي مال ابزوربشن. اول حاجه سكرينينج تيستس، حاجه هي الاوتو انتيبوديز. الاوتو انتيبادز، الاوتو انتيبادز اللي هنعملها دي في منها اي جي اي واي جي جي. في مشكله عندنا في الحالات دي بتاعت السيلياك ديزيز ان هو 10% من الحالات بيبقى اسوشيتد معاها حاجه اسمها ايه سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي. سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي 10% من الحالات، يعني واحد لكل 10 هتلاقي معاه ما بيصنعش اي جي اي زي الناس، تمام، وما عندوش اي جي اي، ممكن تلاقيه واطي جدا وممكن تلاقيه صفر خلاص. فبالتالي الاوتو انتي بادز اللي هي الاي جي اي هتبقى كمان مختفيه اذا كان هو الاي جي اصلا ما بيتصنعش، فالاوتو انتي بادز الاي جي اي هيبقى ديفكتيف. فعشان كده لازم في السكريننج ما تنساش تحط السيرم توتال اي جي اي تعمله معاهم وانت بتعمل الاوتو انتي بادز دي، عشان لو طلع معاك ديفيشنت يبقى احنا كده النيجاتيفيتي اللي موجوده هنا بتاعت الاي جي اوتو انتي بوديز يبقى سببها ان هو الاي جي اصلا ديفيشنت، تمام. ايه بقى الاوتو انتي بوديز دي؟ الاوتو انتي بوديز دي اللي هي زي الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز، تمام. انتي تيشو ترانس جلوتامينيز ده عباره عن انزيم موجود فين؟ موجود في الانتستاينال ميكوزا، تمام، بيتفرز فبيتكون ضده انتي بودي اسمه انتي تيشو ترانس جلوتامينيز. في منه اي جي اي وفي منه اي جي جي، خلاص. في واحد تاني اسمه انتي اندوميسيل انتي بودي من الاندوميسيوم،
انتو اندوميسيال انتي بودي، وفي واحد تالت اسمه انتي دي امينيتد جليادين. تمام، انتي دي امينيتد جليادين. كل واحد منهم ليه الاي جي اي والاي جي جي، الاي جي اي والاي جي جي. تمام، مين افضل واحد عندي انا في التشخيص؟ الاخ ده، الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز اي جي اي، ده البيست فيه. تمام، الاي جي اي ده بيبقى هايلي سنسيتيف هايلي سبيسيفيك بيست سكريننج ماركر لمين؟ للسيلياك ديزيز. بس في مشكله يا عم، هو اي جي اي في الاخر يعني لو في الواحد 10% من العيانين دول اللي عندهم سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي، اتوقع ان ده هيطلع نيجاتيف، فعشان اتفادى القصه دي ممكن اطلب مع الاي جي جي. تمام، فالاي جي جي may be done in patient with selective اي جي اي deficiency. خلاص، فانت لا اما لو هتطلب الاي جي اي بس ما تنساش تطلب معاه السيروم اي جي اي توتال، خلاص، يا اما تطلب لي الاثنين دول مع بعض. خلاص، بس ده طبعا مش بكفاءه، ده فانت عايز تطلب كلهم مفيش مشاكل. برضو الكفاءه بتزيد لما تستخدم اكتر من اوتو انتي بودي، يعني اطلب الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز مع الانتي اندومايسيل انتي بودي. تمام، خلاص كافي جدا. ممكن عايز تطلب الانتي دي امينيتد جلايدن معاهم، خلاص مفيش مشاكل برضو. تمام، بس دي اللي هي الايه السكريننج تيستس اللي هما السيروم اي جي اي ما تنساهوش، والاوتو انتي بودز الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. الكونفيرماتوري تيست هنا اللي هو الانتستاينال بايوبسي. تمام، بيدخل بمنظار بيشوف شكل الانتستين، بيشوف الحتة اللي فيها باثولوجي، بياخد منها بايوبسي، تروح معمل الباثولوجي تتحلل، يشوفوا بقى شكلها ايه. الحاجات الكاركترستيك ليها increased intra epithelial lymphocytes. الانتستاينال ميكوزا دي عبارة عن epithelium. تمام، في جوه الابيثيليوم ده في increased lymphocytes وفي كريبتس. تمام، كريبت انتستانال كريبتس دي بقى، كريبتس دي بتبقى فيها هايبر بليزيا. تمام، وبعد كده في اخر مرحله خالص بلاقي حاجه اسمها فيلاس اتروفي، الانتستانال في اللاي الكبيره دي حصل لها اتروفي خالص. تمام، وكل ده الفيلاس اتروفي ده وصلت في المرحله دي بتلاقي سيفير مال ابزوربشن موجود معاها. فدي عباره عن مراحل، اول حاجه الليمفوسايت انفلتريشن، بعد كده كريبتك هايبر بليزيا، بعد كده فيلاس اتروفي. دي كلها ستيجز بتبقى بيشوفوها في الانتستاينال بايوبسي. في بعد كده ال HLA DQ2 DQ8. تمام، هو غالبا مش محتاجين نعملهم طالما الاوتو انتيبوديز قامت بالتشخيص خلاص، والانتستاينال بايوبسي قام بالتشخيص مش محتاجينهم، بس لو اتعملوا مفيش مشكلة. تمام، في برضو في نسبة من المرضى ما بيبقاش عندهم بيبقى عندهم السيلياك ديزيز، والاوتو انتيبودي طلع بوزيتيف والانتستاينال بايوبسي طلع فيها فايندينجز، وتلاقيهم نيجاتيف للدي كيو 2 او الدي كيو 8. تمام، فهو يعتبره بيسموه جود بوزيتيف تيست، لو هو بوزيتيف يبقى فل، لو مش بوزيتيف مش مشكلة يعني ايه، طالما الباقيين شخصوا خلاص. اخر حاجه بقى الحاجات بتاعه الاسسمنت بتاع الديزيز اللي هي مال ابزوربشن تيست. مال ابزوربشن بنقيس الايرن ونقيس الفيتامين بي 12 والفوليك والكالسيوم، ولو في فيتامين ديفيشنسي فيتامين كي ديفيشنسي بيبقى في برولونجد كلوتينج تايم. تمام، الحاجات دي كلها ممكن تتقاس فور اسسمنت للكونديشن بتاع المريض، عشان لو ياخد ريبليسمنت ثيرابي يبقى ممتاز. يبقى كده قسمنا اللاب دايجنوزيس لسكرينينج تيستس كونفيرماتوري وجينيتك ومال ابزوربشن تيستس. السكرينينج قلنا ما ننساش السيرم اي جي اي والاوتو انتي بوديز ثلاثه، الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز، انتي اندومايسيل انتي بودي، وانتي دي امينيتد جليادين. طيب المرضى دول بنعمل لهم ايه؟ بتوع سيلياك ديزيز بنمنعهم بقى الاكل اللي فيه جلوتين ده، بنمنعه منهم، بياخد جلوتين فري دايت از جيفن. تمام، هنلاقي ايه بقى الريسبونس بتاعها؟ ان السيمتومز بقى بدأت تختفي، ان السيرولوجيكال تيست بيكام نيجاتيف، يعني ممكن تلاقي الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز ده الاي جي اي بدأ يقل ممكن يوصل للنيجاتيف، ولو عملت انتستاينال بايوبسي
بعد ما بدأ يخف هتلاقي ايه، في امبروفمنت للسيستم، بدأت ترجع لشكلها النورمال بتاعها. بعض الأسئلة الـ MCQ عندنا الـ the HLA type that is commonly associated with celiac disease is، طبعا احنا لسه قايلينها دلوقتي، اللي هو DQ2 و DQ8. Celiac disease screening include anti-glutamic acid decarboxylase, anti-tissue transglutaminase, HLA, DQ2 and DQ8, histopathological examination of intestinal biopsy. ده screening test يا جماعة. أول حاجة الجاد ده تبع الأنسولين type 1 أنسولين type 1 diabetes mellitus. الاتنين دول ال HLA DQ2 و DQ8 دول مش سكريننج اصلا، والهيستوباثولوجيكال ده كونفيرماتوري. خلاص يبقى انا النتيجه بتاعتي، الاجابه بتاعتي الصح، اللي هو عندي تيشو ترانس جلوتامينيز. Celiac disease screening includes all of the following tests except الانتوإنديمايسيل IgA، الانتو تيشو ترانسجلوتامينيز اي جي اي، ال اتش ال اي دي كيو 2 ودي كيو 8، السيرم توتال اي جي اي. طبعا الاجابه اللي هي سي، اتش ال اي دي كيو 2 اند دي كيو 8. انتي تيشو ترانسجلوتامينيز اي جي اي از ا كونفيرماتوري تيست فور دياجنوز اوف سيليك ديزيز، لا، of low specificity of low sensitivity، الاثنين دول لا، a test of choice in celiac disease screen، هي دي الاجابه الصح. التقرير عندنا عايزين نعمله interpretation. عندنا ال anti tissue transglutaminase، في هنا ال IgA وال IgG. ال IgA طالع نيجاتيف، والاي جي جي طالع بوزيتيف. طيب والانتو اندومايسيل اي جي اي طالع هنا التتر للزين 1:10، وهنا طالع يبقى كده نيجاتيف اي جي اي وبوزيتيف اي جي جي. تمام، بوزيتيف اي جي جي، والسيرم توتال اي جي اي بقى طالع قليل. تمام، يبقى الحاله دي سيلياك ديزيز، بس المشكلة ان هي معاها سيلكتيف اي جي اي ديفيشنسي، عشان كده الاي جي اي ده والاي جي اي ده طالعين نيجاتيف. الانتي تيشو ترانسجلوتامينيز هنا ايجابي، والاي جي جي برضو ايجابي، والانتو اندومايسيل ده طالع ايجابي برضو. الاي جي جي اندو انتي اندومايسيل طالع نيجاتيف. تمام، دي برضو حاله سيلياك ديزيز فور كونفيرميشن باي انتستاينال بايوبسي. الاوتوميونوبتايتس ده اخر درس فيهم. تمام، ده عبارة عن an immune mediated chronic liver disease. تمام، characterized by A، تمام، hepatocellular inflammation ونكروزس وفيبروزس، which tends to progress to liver cirrhosis and liver failure. يعني عبارة عن immune reaction يحصل في الليفر، tend to be chronic، immune reaction بقى في بقى ايه inflammation و necrosis و fibrosis، وفي الاخر خالص بينتهي غالبا بliver cirrhosis او liver failure. اكتر في الفيميل، الفيميل to male ratio 4:1 insidious onset affect any age. تمام، بس البيك لاحظوها ان هي موجودة في ال during adolescence and in the age range of من 30 to 45. الباثوجينيسيس بتاعه زي اي اوتومين ديزيز عباره عن جينيتك سسبتابيليتي وانفيرومنتال تريجرز. الجينيتك سسبتابيليتي لقوا ان هو بيبقى موجود مع ال HLA-DR3 و-DR4، شبه بالظبط التايب 1 انسولين اللي هو انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس.
والانفيرومنتال تريجرز حتى دلوقتي هو النون، بس لقوا انه في اسوسيشن مع دراجز زي انتيبيوتكس وستاتينز والانتي تي ان اف الفا، ولقوا ان في نوع من الانواع بتاعته اسوشيتد معاها الاتش سي في انفكشن. تمام، فهل يعني كله برضه هي ما زالت في مرحلة الانون، مش متأكدين هل دي الانفيرومنتال تريجرز ولا لا. هنا بقى هنقول التايبس، تايبس كلاسيفيكيشن هنا نقصد بيها التايبس اوف اوتو اميون هيباتايتس. تمام، التايبس هنا عندنا في تايب 1 تايب 2 وتايب 3. تايب 2 ده عبارة عن تو تايبس، تايب 2A وتايب 2B. السبيسيفيكيشن بتاع التايبس ده بيعتمد على الانتي بودي الموجوده في كل نوع فيهم. خلاص، ولقوا ان في البرزنتيشن نفسه قد يختلف ما بين الانواع بعضها. تمام، يعني تايب 1 على سبيل المثال لقوا فيه 3 انتي بودز بيبقوا موجودين غالبا، الاي ان اي والانتي سموث ماسل انتي بودي او الاسما انتي سموث ماسل انتي بودي، وبي انكا، بي انكا اللي هو بيري نيوكلير اللي هي البي السمول، وانكا اللي هو انتي نيتروفيليك سيتوبلازميك انتي بودي. تمام، انتي نيتروفيليك سيتوبلازميك انتي بودي البي انكا. خلاص، ده لقوه موجود في الادلت اكتر، ده هاف بيتر بروجنوزيس اند ريسبوند ويل تو ثيرابي، وفي هاي فريكوينت اكسترا هيباتيك فيتشرز. تمام، الاوتوميون هيباتيتس ده سيستماتيك ديزيز. خلاص، وبيبقى فيه اكسترا هيباتيك فيتشرز، لقوا ان في النوع الاولاني ده بيبقى فيه هاي اكسترا فريكوينت اكسترا هيباتيك فيتشرز. تايب 2A تمام بيبقى فيه 2 انتي بوديز مختلفين تماما عن التايب 1 اللي هم الانتي ال كي ام 1، ال كي ام 1 اللي هو ليفر كيدني مايكروسومال انتي بودي 1. تمام، ان في نوع 2 وفي نوع 3، هنا 1 غالبا بيبقى موجود 1، ممكن تلاقي النوعين التانيين موجودين. في بعد كده انتي ال سي اللي هو ليفر سيتوسول تايب 1، يبقى في 2 تايب 1 هنا، انتي ال كي ام 1 وانتي ال سي 1. النوع التاني ده نوع ايه، 2A، ده بيبقى موجود في الشيلدرن اكتر، ده موجود في الادلت اكتر، 50% من الحالات شيلدرن. ده بقى has a worse prognosis and to poor prognosis to therapy، يختلف عن الـ A type 1 associated with other autoimmune disease زي الهاشيموتو ثايرويدايتس والبرنيشيوس انيميا. تمام، في بعد كده النوع اللي هو 2B بقى برضه في نفس الـ auto antibodies اللي هو anti LKM1 وانتي LC1 liver cytosol 1. بيبقى هي بقى هنا ايه، بيبقى اتش سي في اسوشيتد، يعني موجود معاه فيروس سي، يا اما هتلاقيه بوزيتيف انتي اتش سي في او بوزيتيف اتش سي في ار ان اي يوزنج بي سي ار. تمام، هتلاقي بي سي ار بتاعه بوزيتيف والانتي بودي بتاعه بوزيتيف للسي. ده مش بيحصل 50% في التشيرن، ده اكتر بيحصل في الادلت فوق 40 سنه، وده بيبقى worse prognosis و poor response to therapy. لا، هنا بيبقى milder disease with no extrahepatic manifestation. تمام، في بعد كده النوع التالت، النوع التالت ده يتميز ان هو ما عندهوش الانتيبوديز الموجودة في type 1 ولا type 2، يبقى negative for autoantibodies of type 1 and type 2 autoimmune hepatitis، وممكن تلاقي معاه انتي بودي سبيشال ليه هو اللي هو انتي سوليابل ليفر انتيجين او اس ال اي. تمام، البريزنتيشن بتاعه بيبقى سيميلر تو تايب 1 اوتو اميون هيباتايتس، نفس البريزنتيشن ده بالظبط. تمام، اللاب دايجنوز بتاع الاوتو اميون هيباتايتس بنقسمه برضه كاتيجوريز، في روتين تيستس، في سيرولوجي تيستس، في اوتو انتي بودي تيستس، وفي ليفر بايوبسي. الروتين تيست اللي هي ليفر فانكشن تيست، هلاقي ماركت انكريز في السيرم اي ال تي واي اس تي لغايه 100 ضعف، شبه بالظبط الاكيوت هيباتيتس اي انفكشن. الاقي كمان انكريز الالكالين فوسفاتيز اي جي جي تي والبلوروبين، في هايبو البومينيميا لان في الليفر ما بيقدرش يصنع البومين. تمام،
بعد كده بلاقي ايه بقى العكس، بوليك لونال هايبر جاما جلوبيولينيميا. تمام، هايبر جاما جلوبيلينز يعني بتلاقي فيه اللي هو ايه انفيرتد ايجر ريشيو، حاجه اسمها ايجر ريشيو اللي هي ريشيو ما بين الالبومين والجلوبيلينز. احنا عندي هنا المفروض الالبومين بتقل والجلوبيلين بيزيد، فهيحصل انفيرجن للريشيو، النورمال ريشيو هيحصلها انفيرجن، تتعكس تبقى تنزل تحت الواحد الصحيح. تمام، بعد كده البروتروبين تايم از اوفن برولونجد بارتيكولري ان ليت ديزيز اور ديورينج اكتيف فيزز. تمام، بلاقي البروتروبين تايم برولونج، ده الليفر فانكشن كلها مضروبه يعني. تاني حاجه السيرولوجيكال تيست دي بتهمني ان انا اكسكلود، يعني انا خايف تبقى القصه كلها هيباتايتس فايرال هيباتايتس، فغالبا بتبقى نيجاتيف سيرولوجي فور هيباتايتس فيروسز اكسبت تايب 2 بي اوتومين هيباتايتس، ده بلاقي فيه مع الاسوشيتد الهيباتيتس سي انفكشن. تمام، بعد كده الاوتو انتي بودي تيست زي الايه زي حسب بقى التايب 1 مثلا في الاي ان اي والاسما والبي انكا، التايب 2 في الانتي ال كي ام 1 والال سي 1، والتايب 3 في ما فيهوش الاوتو انتي بوديز بتاعت ولا واحد تايب 1 ولا تايب 2، بس في ممكن تلاقي الانتي سوليوبل ليفر انتيجين، واخر حاجه خالص اللي هي الليفر بايوبسي. طيب دي اسئله ام سي كيو. ذا اتش ال اي تايب ذات از كومنلي اسوشيتد وذ اوتو ميون هيباتايتس از، طبعا لسه قايلينها اللي هو دي ار 3 ودي ار 4. Which of the following autoantibodies is associated with type 2 autoimmune hepatitis؟ تمام، ال P انكا، لا ال P انكا ده type 1، ال anti smooth muscle برضه type 1، ال anti liver kidney microsomal ايوه هو ده، ال anti LKM1 ده في ال type 2، ال ANA طبعا موجود في type 1، يبقى الإجابة هنا اللي هو C anti LKM1. Which type of autoimmune hepatitis is HCV associated؟ Type 1 ولا Type 2A ولا Type 2B ولا Type 3؟ طبعا الإجابة Type 2B. Anti-soluble liver antigen is associated with anti-soluble anti-SLA ده مع Type 2 مع Type 3 autoimmune hepatitis. ده تقرير عايز interpretation. تمام، عندنا ال liver function، البيليروبين الجدول ده كله liver function، البيليروبين increased total والdirect والindirect، والtotal protein طالع عالي والالبومين طالع قليل، والانفيرتد ايج ريشيو تمام لانها تحت الواحد 3.5 عشان الجاما جلوبولينز كتيره، والالبومين في هايبو البومينيميا، في بعد كده الليفر انزيمز الاي اس تي والال تي الاثنين طالعين ماركت انكريس. تمام، الالكالين فوسفاتيز عالي والجاما جلوتامايل ترانسفيريز طالع عالي. تمام، يبقى كل الليفر فانكشن دي ابنورمال. نخش بعد كده على الجدول الثاني، اول ثلاث خانات اللي هي السيرولوجي، الهاف اي جي ام طالع نيجاتيف، الاتش بي سيرفيس انتيجن طالع نيجاتيف، الاتش سي في طالع بوزيتيف بوزيتيف. تمام، 24.5. تمام، طيب الاي ان اي والاسما والبي انكا دول بتوع تايب 1 اوتوميون هيباتايتس، ال ال كي ام 1 وال ال سي 1 دول بتاع تايب 2 اوتوميون هيباتايتس، ال اس ال اي ده بتاع تايب 3. خلاص، انا ملاحظ بتوع تايب 2 طالعين ايجابي وطالع معاهم ال اتش سي في انتي اتش سي في، يبقى الانتربريتيشن بتاع الحاله دي اوتوميون هيباتايتس تايب 2 بي عشان في فيروس سي معاهم طالع ايجابي.
دي برضو الليفر فانكشن بالظبط زي الليفر فانكشن بتاعة الريبورت اللي قبل ده على طول. هنشوف هنا السيرولوجيكال ماركرز كلها نيجاتيف، اللي هو الاتش بي اللي هي الفيروس هيباتيتس ماركرز، التلاتة طالعين نيجاتيف تمام. في بعد كده الاوتو انتي بوديز بتاع تايب 1 كلها نيجاتيف، تايب 2 بوزيتيف، والتايب 3 نيجاتيف. يبقى كده ده تايب 2 اي اوتو اميون هيباتايتس تايب 2 اي، عشان الفيروس سي هنا طالع نيجاتيف. المرة دي بقى ليفر فانكشن هي برضو نفس اللي فاتت، الهيباتيتس ماركرز كلهم نيجاتيف، التايب 1 اوتو انتيبوديز طالعين بوزيتيف، وتايب 2 نيجاتيف، وتايب 3 نيجاتيف. يبقى كده ده اوتو اميون هيباتيتس تايب 1. تقريبا المرة دي برضو الليفر زي المرات اللي فاتت تمام. عندنا ال هيباتيتس ماركرز كلهم طالعين نيجاتيف، الاوتو انتي بودي بتاع تايب 1 طالعين نيجاتيف، بتاع تايب 2 نيجاتيف، يبقى absence of type 1 و type 2 autoantibodies. وفي واحد ظهر لنا بتاع type 3 اللي هو anti SLA طالع 32 طالع ايجابي، في الحالة دي autoimmune hepatitis type 3. بكده نكون خلصنا الـ immunological diagnosis of autoimmune disorders، وإن شاء الله نستكمل بقية المحاضرات المرات الجاية. وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.